وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ابتسام الدلال، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس. أهلا بك دكتورة في نشرة الثالثة. وهل حدثتينا عن الأهمية التي تكمن في تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال؟ أهلا وسهلا. بداية طبعا أشكركم على هذه المشاركة لنا في السلطة التشريعية. طبعا مؤخرا صادق صاحب الجلالة الملك المفدى على قانون العدالة الإصلاحية للطفل، وهذا القانون الحقيقة يعتبر إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية والقضائية الحديثة اليوم. أيضا الإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة. في ظل هذه المسيرة التنموية الشاملة الحقيقة لجلالة الملك المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الطفولة أخذت منحى آخر، حيث تم التركيز على جميع جوانبها. فالأطفال طبعا كما تعلمون يشكلون اللبنة الأساسية لمستقبل الوطن. ومؤخرا انشغل المجلس الأعلى للقضاء بالاستعدادات الحثيثة لتنفيذ هذا القانون خلال هذا الشهر أغسطس الجاري. وبهذه المناسبة أود أن أوجه الشكر إلى جميع من شارك في إخراج هذا القانون من السلطتين التشريعية والتنفيذية. طبعا هناك إضافات نوعية عديدة لهذا القانون، إلا أنني سأذكر قسم منها. أهم هذه الإضافات النوعية أن هو إلغاء المسؤولية الجنائية عن أطفال دون سن 15، بالإضافة إلى ذلك تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال للذين تجاوزت أعمارهم 15 عام كاملة وقت ارتكاب الجريمة. الشيء الآخر أيضا تشكيل محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى وإنشاء اللجنة القضائية للطفولة. من الإضافات النوعية الهامة أيضا هو العقوبات المخففة على الطفل اللي جاوز عمره 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يتجاوز 18 سنة. أيضا تفعيل دور مركز حماية الطفل والذي أنشئ كجهة مركزية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2007. بالإضافة إلى ذلك هناك شيء مهم جدا هو تشديد العقوبة على الأطفال الذين يتم استغلالهم ولم يتجاوزوا 7 من العمر. هذا كان شيء فعلا مميز. نستطيع أن نقول أن جميع هذه التدابير سوف تساهم مساهمة فاعلة في توفير ضمانات متكاملة طبعا لحماية حقوق الطفل في بيئة آمنة وداعمة للتنمية المستدامة. مع هذا الإنجاز التشريعي الاستثنائي الحقيقة والذي يتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، إنما تؤكد الحقيقة مملكة البحرين على عزمها لمواصلة سجلها الحقوقي المشرف في حماية حقوق الطفل في مجتمع آمن ومستقر، ووفقا طبعا للاستراتيجية الوطنية للطفولة وبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لعام 2030. البحرين يعني مهم جدا عندها أن تعزز من ريادتها العالمية باستحقاقها لعضوية مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل الدولية. نعم دكتورة ابتسام دلال، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، شكرا جزيلا لك.